السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيه ان شاء الله على عقود العمل، على الطريقة الصحيحة باش تقدر تتأكد واش عقد العمل ديالك صحيح، واش الباترون فعلا دفع ليك، وفين وصلت الكونترا ديالك. هادشي كله غادي تعرفوا الا بقيتي معنا حتى لاخر الفيديو. ما تنسونيش دائما من جيم ومن البارتاج، وبالنسبه للناس الجداد اللي يلاه التحقوا بينا في القناه كنرحبوا بكم دائما، وما تنسوش تضغطوا على زر ابوني باش يولي يوصلكم دائما الجديد. خليكم معايا لاخر الفيديو. مصلحه المهاجرين فكروا وقروا باش يعطيونا واحد اللينك اللي ممكن اننا نتصلوا به مباشره بالوزاره، وممكن نعرفوا الكونترا ديالنا فين وصلات. هذا الشيء بالنسبه للناس اللي دافعين الكونترا ديالهم في 2021، اللي هما كنا دفعناهم في 2022 ولكن دائما محسوبين على 2021. هذا الشيء علاش كيقولوا بلي راه غادي يكون واحد القانون ان شاء الله في الاواخر ديال 2022، اللي هو يعني مقرر بانه ديال 2022، اما القانون الاخر فهو ديال 2021. المهم بالنسبه للناس اللي دافعين حاليا فكروا الوزارات ديال الهجره باش يعطيونا واحد لو سبورتيلو ايميغراسيوني اللي ممكن ان الناس يعني يدخلوا ويقلبوا فيه واش هاد الكونترات كاينين، ودفعوا ليهم الباترونات اولا لا، وفين وصلوا هاد الكونترات، وامتى يقدروا يخرجوا تقريبا. هاد الشيء اللي فكروا باش يعطيوه لينا عن طريق واحد لو لينك، يقدر اي واحد يدخل ويشوف الكونترا ديالو واش تقبلات ولا لا، ويشوف واش الكونترات فعلا دفعوها ليه الباترونات. حيت كما كنعرفوا في هاد الدومين كاينين بزاف ديال الناس اللي كينصبوا على عباد الله وكيديو ليهم فلوسهم وكيوهموهم بانهم دفعوا ليهم الكونترات وهم راه ما دفعوش ليهم. هاد الشيء كله اللي بغات الوزاره انها تفاداه عن طريق هاد يعني هاد لو سبورتيلو اللي داروا دابا. وكل بريفيتورا راه عندها لو سبورتيلو الخاص بها. يعني هاد الشيء بالنسبه للناس اللي كيبغيو باش يتاكدوا، ومنهم بزاف، حيت يعني انا كنتلقى بزاف ديال لي كومونتير، وبزاف ديال الناس كيطلبوا مني انني نتصل ليهم بلو سبورتيلو بلي بريفيتوري. فكنا كنتصلوا كل بريفيتورا على حده، كل بريفيتورا كيخصك تقلب على البيك ديالها، تقلب على الايميل. وكما كتعرفوا بان البيك واحد الحاجه اللي صعيبه اللي كيخصك باش ديرها، يعني الا ما كانش عندك كيخصك ضروري تشريها وتخلص عليها واحد القدره ديال الفلوس شهريا باش تقدر تكون عندك هذيك لابليكاسيون ديال البيك باش تقدر انك تتصل بهذوك لي بريفيتوري. انا ملي كانوا الناس كيتصلوا بيا وكيطلبوا مني انني نتوسط ليهم ونقلب ليهم على هاد يعني الكونترا ديالهم واش دفعوا واش الروتي حقيقي ولا لا، كنت كنتصل بالناس اللي عندهم الايميل. اما الناس اللي عندهم البيك كانت كتجيني واحد القضيه اللي صعيبه شويه، فكنت كنلجأ بعض المرات للمحاميه، ولكن كان ديما الامر اصعب. اليوم الحمد لله قدرنا باش نحصلوا عن طريق الوزاره ديال الهجره على واحد لو سبورتيلو اللي ممكن اننا ندخلوا ليه، وممكن اننا نشوفوا جميع يعني الدوماندات ديال الكونترات اللي مدفوعين في ايطاليا كامله في نفس الوقت. كما قلت لكم وزاره الداخليه الانترنو، المينيستيرو ديال الانترنو ديال الميغراسيوني اللي هما وزاره الداخليه والهجره، عطاتنا واحد يعني التسهيلات، وعطاتنا واحد البوابه اللي ممكن عن طريقها ندخلوا ونقلبوا الكونترا ديالنا واش فعلا دفعوا او لا. هاد البوابه يعني حطاتها تحت من تصرف ديال الناس اللي دافعين الكونترات، وماشي غير هما ولكن حتى الناس اللي باغيين يدفعوا الريكونجونجيمينتو فاميلياري اللي هو يعني التجمع العائلي، وحتى بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا البيرميسو دي سوجورنو اورديناريو، يعني البيرميسو دي سوجورنو العادي او لا اوراق الاقامه الايطاليه. حتى هاد الناس كاملين ممكن انهم يدخلوا لهذيك البوابه ويقلبوا ويدخلوا البيانات ديالهم، ومن ثم يقدروا يا اما يدفعوا الدوماندا اللي هما باغين باش يدفعوها بالنسبه للناس اللي باغين يجيبوا مثلا وليداتهم يعيشوا معاهم هنا في ايطاليا، اولا يقلبوا واش الكونترا فعلا دفعت ليهم، واش الباترون يعني كان صادق ودفع ليهم الكونترا، وفين وصلت هذيك الكونترا ديالهم. اولا حتى بالنسبه للناس اللي باغين يدفعوا البيرميسو سوجورنو راه ممكن يدخلوا ويدفعوا عن طريق هذه البوابه.
كيفاش كندخلوا لهاد البوابه او لا البورتالي اللي داروه الايطاليين لو سبورتيلو ديال الميغراسيوني، كندخلوا ليه عن طريق لو سبيد. سبيد هو واحد ليدونتيتي رقميه او الهويه الرقميه اللي داروها اغلبيه الناس اللي عايشين هنا في ايطاليا، اللي هي كتكون واحد يعني بحال واحد الكود اللي كيكون عندك غير انت بوحدك، كيكونوا فيه جميع البيانات الشخصيه ديال الانسان، يعني فيه جميع المعلومات، وما يقدر حتى شي واحد يخترق لك هذاك لو سبيد، وكيكون يعني فيه لا برايفرسي، يعني ما خاصكش تعطيه لحتى شي واحد وما خاص حتى واحد يتصرف فيه من غيرك. هذا لو سبيد هو اللي كيتستعمل باش ندخلوا لهذاك البورتالي ديال الميغراسيوني. ف يا اما بالنسبه للناس اللي خاصهم يدفعوا يعني الريكونجونجيمينتو فاميلياري او لا اوراق الاقامه، او لا يجيبوا العائله ديالهم يعني بالتجمع العائلي، هاد الناس ممكن انهم يدخلوا بلو سبيد ديالهم ويصوبوا هاد الدوماندا باش يقدروا يدفعوا باش يوصلوا يعني لداكشي اللي بغاو، يجيبوا العائلات او يدفعوا البيرميسو دي سوجورنو. لكن الناس اللي دافعين الكونترات لازم انهم ياخذوا لو سبيد ديال الباترون، يعني ماشي سبيد ديالك انت ولكن ديال الباترون. في هذه الحاله كما قلت لكم بان سبيد واحد الحاجه اللي شخصيه بزاف لواحد الدرجه اللي ما يمكنش انك تعطيها لشي حد اخر يتصرف لك فيها، او لا تعطيه دوك الارقام السريه ديالك. فهذا الشيء علاش كيخص ان الباترونات هما اللي يدخلوا ويقلبوا لكم في هذا لو سبورتيلو او لا البورتالي اللي دارتو تحت تصرف ديالنا الوزاره. فنصيحه مني لكم، الا كنتو على علاقه بهاد الباترونات اللي دفعوا لكم، ممكن انكم تعطيوهم هذا اللينك اللي غادي نحط لكم ان شاء الله، غادي تلقاوه في صندوق الوصف، ممكن انكم تعطيوهم هذاك اللينك باش يقدروا يتصلوا عن طريقه بالوزاره بالبورتالي ويقلبوا لكم واش الدوماندا ديالكم قريبه تخرج ديال الكونترات، واش قريبه تخرج او لا لا، عن طريق هاد اللينك اللي غادي نحط لكم دائما. فممكن انكم تدخلوا تكليكيو على هذاك اللينك، ديروا كوبي كولي وتصيفطوه مباشره للباترون ديالكم، وتطلبوا منه انه يفيريفيكي لكم فين وصلت الكونترا. هذا هو يعني الحاجه المهمه في هذا الفيديو، هي انكم تاخذوا هذاك اللينك وتعطيوه الباترونات باش يقدروا يقلبوا لكم واش فعلا يعني تقبلات الدوماندا او لما تقبلاتش. هذا الشيء بالنسبه للناس اللي دافعين. بالنسبه للكونترات بزاف ديال الناس عندهم هذا المشكل، اليوم الحمد لله ما بقاش، ولينا نقدروا ندخلوا مباشره ونقلبوا واش فعلا الكونترا ديالنا قريبه تخرج او لا باقيه معطله. طبعا هاد البوابه ما غاديش تشتغل 24 ساعه على 24، ولكن عندها واحد التوقيت اللي هو من 8 ديال الصباح حتى 8 ديال الليل، من الاثنين الى الجمعه. اما يوم السبت فهي كتكون فاتحه من 8 صباحا الى 2 يعني ظهرا، يعني حتى الجوج ديال النهار كتكون حاله. فممكن انكم تصلوا بهذه البوابه، ممكن انكم تدخلوا تحطوا المعلومات ديالكم. وهذه القضيه غادي تكون سهله بالنسبه للناس اللي مثلا كيعرفوا الباترون اللي كيكون واحد من العائله ديالهم، ممكن انه يوفر لهم لو سبيد يعطيه لهم بسهوله. طبعا وزاره الخارجيه من هذا الشيء كله يعني بغات باش تسهل على المواطنين اللي دافعين يعني، وتحيد هاد المشاكل اللي كتكون مورا الدفع ديال الديكريتو فلوسي. الناس كيتصلوا مباشره وكيعيطوا لا بريفيتورا ولا كويستورا كل مره، لين كيكونوا دائما اوكوباتي، فكيكون واحد المشكل كبير، زائد المئات ديال لي زيميل اللي كيوصلوهم كل نهار من عند الناس. هادشي علاش بغاو يتجنبوا هاد الصداع كامل ويديروا واحد البورتالي اللي يقدر الانسان يدخل ليه مباشره ويعرف عن طريقه جميع المعلومات. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، والى معلومه قادمه ان شاء الله. خليتكم على خير، والسلام عليكم.